نبتدي بمرنج المانجا والفستق، مقادير المرنج 400 جرام سكر، 8 بياض بيض، نص معلقة صغيرة ملح، عصير نص ليمونة. بالنسبة لحشو المانجا عندنا 500 جرام مانجا بيوريه، 1 معلقة كبيرة عصير ليمون طازة، 175 جرام سكر، 7 صفار بيض، 600 جرام زبدة، و 140 جرام فستق مقطع للتزيين. هنبتدي بالمرنج. هنحط بياض البيض مع عصير الليمون والملح، ونبتدي نضربهم لحد ما يبقى هش ولونه أبيض، وبعد كده نبتدي نضيف السكر شوية شوية. ما نملهوش على الآخر عشان نعرف نتحكم في المرنج، وبعد كده نرجع نبقى نملاه تاني. أوكي، هنبتدي نعمل فاشران أو زي قالب صغير فاضي من جوة بالمرنج. دلوقتي نبتدي نعمل حشو المانجا. هاخد بيوري المانجا، هحطه على النار، وهحط معاه عصير الليمون. دلوقتي هاخد الصفار والسكر واضربهم مع بعض. المانجا ابتدت تغلي، هاخد نصها احطه مع البيض والسكر، اخلطهم مع بعض وارجعهم تاني على النار. وطبعا عايزين نخلطهم لحد 85 درجة مئوية على النار، مش هنزود على كده علشان البيض ما يكلكعش. اوكي كده خلاص كفاية، مش عايزينها تغلي. وطبعا لازم هنسيبها تهدى خالص. ودي هي المانجا المعمولة قبل كده، دي زي مانجو كيرد او كيرد المانجا. ودلوقتي هنبتدي ناخد الزبدة ونخلطها مع المانجا وهي يدوب دافية. هحط الزبدة شوية شوية. وابتدي اخلطها مع المانجا. الحشو كده جاهز. نجيب المرنج بعد ما طلع من الفرن، ونبتدي نحشي بكيرد المانجا أو كريم موسلين المانجا.
ونجيب الفستق ونرش عليه من فوق.